للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة نورهان هاني، مسؤولة توعية بمؤسسة بهية. أستاذة نورهان، يعني حدثينا عن جهود المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم جهود الدولة في عمليات التنمية في كافة ربوع الجمهورية. مساء الخير عليكم أولا. طبعا يعني أنا بتكلم باسم مؤسسة بهية، أنا اسمي نورهان، بشتغل في بهية أخصائي توعية. طبعا احنا فخورين باختيار التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي لمؤسسه بهيه معاهم في القوافل اللي بيعملوها. كمان فكره التحالف كمان فكره مهمه جدا، لانها بتضم كل العمل والمجهودات بتاعه المجتمع المدني تحت مظله التحالف الوطني، فده بيوحد الجهود وبيخلي الناس كمان توصل لاكبر عدد ممكن من الاماكن يعني لتوسعه الاستفاده. فيما يخص مؤسسات بهية، احنا بس بهية مش بتقتصر على العلاج المجاني لمرض سرطان الثدي، احنا كمان بنعمل ندوات توعيه بشكل مستمر. يعني تقريبا احنا من اول ما بدانا المستشفى من مارس 2015 لحد النهارده يمكن عاملين اكثر من 600 ندوه توعيه على مستوى كل محافظات الجمهوريه. ليه بنعمل التوعيه دي؟ علشان لقينا ان الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي بيوصل نسب الشفاء يمكن لاكثر من 98%، فكان لازم ان احنا نوصل لكل ست في مكانها ونوعيها بضروره الكشف المبكر عن المرض. بنروح شركات ومصانع وجوامع وكنائس ومدارس وجامعات، بنروح يمكن مختلف الاماكن على مستوى الجمهوريه، بنحاول نلف مصر كلها علشان نوصل التوعيه الكافيه لكل الفئات. نعم، أستاذة نورهان، يعني مدى الاستجابة على الأرض، الجولات الميدانية، ومدى إقبال السيدات بشكل خاص إذا كنت تتحدثين عن مؤسسة بهية فيما يخص سرطان الثدي تحديدا؟ الحقيقة أن التوعية لما بنوصل لكل ست في مكانها ده بيزود طبعا الناس اللي بتجينا المستشفى، بيخلي الناس عندها وعي أكتر. خلي بالك كمان إحنا لما بنزود التوعية بنخلي الناس عارفة يعني إيه سرطان ثدي، يعني إيه فحص ذاتي في البيت، يعني ايه الست تفحص نفسها في البيت فتبقى عارفه من بدري ايه التغيرات اللي ممكن تحصل عندها وما توصلش لنفسها لمرحله متاخره. فطبعا التوعيه بتقلل نسب الاصابه بكثير، يعني حتى لو واحده اصيبت فهي بتيجي في مرحله بدري جدا، ممكن تيجي في المرحله الصفريه او المرحله الاولى طول ما هي واخده بالها من نفسها وبتعمل فحص ذاتي في البيت بشكل مستمر، او حتى بتروح عن سن ال40 كل سنه تعمل فحص الماموجرام. نعم، طيب إذن مرة أخرى نعود إلى مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي وهذه المظلة للتحالف الوطني لهذه المؤسسات. برأيك ما أبرز المبادرات التي تخرجون بها في مثل هذا التوقيت تحديدا؟ يعني احنا مؤخرا انضمينا تحت مظلة التحالف الوطني بالتعاون مع مجموعة من الجمعيات الأهلية المحترمة، مش عايزة أنسى حد طبعا زي حياة كريمة، صناع الخير، ناس كتير قوي، صناع الحياة، ناس كتير جدا من اللي فعلا ليهم شغل على ارض الواقع مهم قوي وباين. فاحنا انضمينا ليهم في القافله اللي فاتت، كانت قافله ستر وعافيه، كانت في سوهاج في مركز اولاد عليوه. الحقيقه ان احنا رحنا هناك وكان في حاجات مختلفه بتحصل، انشطه مختلفه، يعني غير الشق التوعوي اللي كانت بتقوم بيه هي، كان في ناس بتوزع كراتين اغذيه، في عيادات متنقله بتعمل كشف على الاطفال. نعم. اي حد عايز يستفسر على اي حاجه بيوزعوا طبعا حاجات مختلفه على السيدات اللي موجودين هناك. خلي بالك برضو الناس اللي موجوده هناك دي يعني للاسف بيبقوا محتاجين خدمات كتير قوي ومحتاجين حاجات كتير قوي توصل لهم، مش بس الكراتين ومش بس الاغذيه، محتاجين توعيه ومحتاجين يبقوا فاهمين اصلا يعني ايه سرطان والحاجات دي. اشكرك. يعني كنا مهتمين نوصل لهم والحمد لله وصلنا لهم، عملنا توعيه لعدد كبير من السيدات، مكملين بإذن الله في القوافل الجاية مع التحالف علشان نكمل بقى الشغل على أرض الواقع. أشكرك جزيل الشكر. وضحت الصورة الأستاذة نورهان هاني، مسؤولة توعية بمؤسسة بهية.